كان في أسرة متوسطة الحال، ولكن الزوج ما كانش بيبص للنقطة دي أكتر ما هو بيبص للدخل بتاعه إنه هو مش بيكفي، وبيبص للمصروف بتاعه عشان خاطر يجيب بيه سجاير، فكان بياخد جزء من الفلوس يديه لزوجته وجزء للإيجار وجزء للسجاير. فزوجته بدأت كل شوية تقول له وتتخانق معاه، يعني حرام الفلوس اللي انت بتحرقها في السجاير دي، وخلينا عشان خاطر مصاريف الأولاد والإيجار والأكل والشرب وكلام زي كده. وهو امتنع وقال لها لا، دي حرية شخصية، وأنا دي أنا بشرب سجاير ومش همتنع. فبتقول له عشان صحتك وعشان كذا، ومفيش فايدة. فبدأ يديها الفلوس، تاخد جزء من الفلوس هي كمان لنفس قيمة السجاير وتحرقها قدامه. فهو بيتضايق يقول لها انت ليه بتحرق الفلوس؟ تقول له عادي، انا بحرق الفلوس وانت بتجيب حاجة وتحرقها كأنك. فاذا كنت انا بجيب الفلوس منك وبحرقها قدامك، فانت بتجيب برضو حاجة ملهاش اي قيمة وبتضرك ماديا وصحيا وبتحرقها برضو، فاحنا الاثنين متساويين. وبكده عرف غلطته وندم عليها وبطل السجاير، والفلوس بدأت تتقسم على البيت بما يرضي. العبرة في الموضوع ان انت النصيحة المباشرة محدش هيتقبلها، ولكن لو عملت نصيحة غير مباشرة اكيد 100% هيتقبلها الشخص. بمعنى انت لو ابنك او بنتك بتقول له روح نام عندك مدرسة الصبح، مش هينام، مع انه ممكن يبقى نحسان بس مش عايز ينام. اشرب الدواء عشان خاطر تصحى وانت تعبان، مش هياخد الدواء. ذاكر عشان تنجح، مش هيذاكر. لازم النصيحة تكون غير مباشرة عشان العقل البشري يقبل. تحياتي ليكم واللي بيشرب سجاير يبطلها.